لن يحدث أي شيء، لن يحدث أي شيء، متأكد. شكرا. بعد الضجة التي أثارت جدلا واسعا في أوساط المغتربين الجزائريين بفرنسا وحتى بأرض الوطن، وبشأن التصريحات العنصرية لإيريك زيموري المترشح للرئاسية الفرنسية والتي مفادها طرد الجالية من فرنسا، ظفرت نتيجة نيوز بتصريحات من السيناتور بن زعيم حول حيثيات هذا الموضوع. لا أعتقد أنه يفعل شيء، هو مترشح يعني شعبوي، مترشح شعبوي، الإعلام الفرنسي أعجب به، يستغله في 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 الشعبوية فقط، ولن يحدث أي شيء، لن يحدث أي شيء، متأكد. شكرا.